أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. في سؤاله الآخر يقول: ما حكم صيام المرأة الحائض والنفساء وإذا أخرت القضاء إلى رمضان آخر، فماذا يلزمهما؟ لا يصح ولا يجوز الصيام من الحائض والنفساء حتى ينقطع عنهما الدم انقطاعا كاملا، حينئذ تصومان. وأما القضاء فإنه موسع ما بين الرمضانين، تقضي ما بين الرمضانين، فإن دخل عليها رمضان الآخر ولم تتمكن من القضاء فإنها تقضي بعد مضي رمضان الآخر ولا شيء عليها غير القضاء. وأما إن كانت أخرت بدون عذر بل بتكاسل وتفريط منها حتى دخل عليها رمضان الجديد، فإنها تصوم رمضان الحاضر ثم تقضي بعده ما عليها من رمضان الفائت، ويكون عليها كفارة إطعام مسكين عن كل يوم عن التأخير. نعم.